سهام يمكن ان الاستعدادات الفنيه مهمه جدا، لكن في ادوار خارج الفريق ادوار مهمه جدا جدا بتبدا يمكن من قبل المباراه بتواصل الكابتن سيد عبد الحفيظ بسفارتنا هناك في الخرطوم، وكمان السيد السفير حسام عيسى بيقوم بادوار رائعه مش بس مع وصول البعثه لكن قبليها بالتعاون مع الكابتن سيد عبد الحفيظ لتذليل كل الامور، وباجواء رائعه بيهيئها كل الناس وعلى رأسها طبعا سيادة السفير حسام عيسى اللي هنشوف دلوقتي لقاء معاه قال ايه عن مباراة النادي الاهلي والمريخ، نشوف قال ايه سيادة السفير ونرجع مع حضراتكم. النهارده النادي الاهلي بيشرف السودان للمرة الثانية في خلال العام الثاني على التوالي للقاء مع اخي فريق المريخ، ان شاء الله كلنا نأمل ان يكون لقاء على اعلى مستوى من المستوى الفني والمستوى الاخلاقي والروح الرياضيه. في الواقع الامور كلها سواء من ناحية اللوجستيه والاداريه والاستقبال بتدل على اننا لم نخرج من القاهره، سواء فيما يتعلق بالترتيبات او فيما يتعلق بحراره الاستقبال او الجمهور المصري والسوداني اللي كان في استقبال بطل افريقيا امبارح في المطار كاننا في مطار القاهره بالضبط، فكلها مؤشرات بتدل على انه هذا اللقاء سيكون لقاء مشرف وعلى مستوى كبير سواء من ناحية المستوى الأخلاقي أو من ناحية المستوى الفني، فريقين كبيرين وعملاقين ولهم تاريخ كبير سواء في السودان أو في مصر أو على المستوى الأفريقي أو العربي، فبالتالي هي مناسبة سعيدة كلنا وتعد نوع من التواصل الشعبي على مستوى كبير ما بين القلعة الحمراء في القاهرة والقلعة الحمراء أيضا في الخرطوم وهي نادي المريخ. نادي المريخ طالب من الكاف من اتحاد الكرة الأفريقي حضور 1000، ولكن لم يرد الاتحاد حتى الآن. في حالة حدوث أو حالة حضور مشجعي المريخ هيكون جزء منهم برضو من مشجعي الأهلي، ده شيء طبيعي، ولكن نحن في انتظار رد الكاف على هذا الموضوع، وفور أن يتم ذلك سيتم الإعلان لدى الجالية المصرية لكي يتواجدوا وفقا للأعداد المقررة في هذا الصدد. وشجع النادي الأهلي من أكثر من نصف قرن منذ جيل الكابتن محمود الخطيب وكابتن مصطفى عبده وكابتن مصطفى يونس وكابتن حسن حمدي وكابتن إكرام الكبير وهذا الجيل العظيم، مرورا بكل الأجيال الرائعة اللي مرت على تاريخ النادي الأهلي وصنعت اسم النادي الأهلي، ونحن نشرف بالانتماء لهذا النادي العظيم سواء بالانتماء كأحد من الجمهور أو كأحد أعضاء النادي الأهلي. بلا شك هي قلعة كبيرة جدا ذات شعبية كبيرة ونموذج مشرف ليس فقط في الإنجازات الكروية الرائعة ولكن في الإدارة المميزة وفي السلوك الطيب والأخلاق. احنا منذ وصلت البعثة هناك التزام كامل سواء من ناحية المظهر أو من ناحية السلوك أو من ناحية التعامل والتواضع مع الجمهور أو من ناحية الالتزام بتوقيتات المتعلقة بالتدريب أو غيره، شيء مشرف جدا ونادي على مستوى كبير يشرفنا جميعا ويعطي صورة طيبة جدا لقوة مصر الناعمة في بلد مهمة وشقيقة زي السودان.